يو الاصدقاء ديال كايجي 700 ان يو، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولات فيا البليه ديال الفيديوهات الصراحه، ما بقيتش كنحشم ولكن الا كثرت عليكم قولوا لي في التعليقات. اليوم غادي نجاوب على واحد السؤال دافين، واحد السؤال قديم بزاف اللي كيقولوا لي الناس، اللي هو ماشي الناس وانما ماشي اصدقاء كيقولوا لي شنو هي النصائح باش انك تتعلم لونجلي دغيا. وانا عارف بلي لونجلي دابا هي اوفر ساتوريتد توبيك، يعني واحد الموضوع اللي هو مستهلك جدا في اليوتيوب، كل شيء حرفيا كل شيء كيعلم لونجلي. يعني باش انا ندوي على لونجلي ونزيدكم شي قيمه ولا شي فائده، خاصني نقول شي حوايج اللي هي مهمة بزاف، اللي هي مثيرة للاهتمام. واليوم غادي نوريكم واحد ثلاثة ديال الحيل سهلة باش انني تعلمت لونجلي وليت فيه واحد المستوى بحال الناس اللي تعلموها في الابتدائي. وانا ما تعلمتها مع ولاد الشاب، وتخيل مع ولاد الشاب في ليكول بيبليك تلتاسع. يعني هاد الثلاثة الطرق اللي نوريكم دابا مثبتين علميا وعمليا بانهم مش ثلاثة بلاتي، الأولى الثانية الثالثة، عرفت واش ثلاثة ولا المهم غنبقاو نحسبوهم حتى من بعد. أنا هذا ما عنديش الأفكار مرتبين في دماغي. المهم الطرق هادو واحد الحيل بيم، يعني غادي أعلمكم تلعبو بلونجلي إيزي بيزي. حيتاش علاش؟ عارفين لونجلي من الافلام والعاب الفيديو اتسيتيرا، ولكن ماشي جميع الناس كيوليو بها بهذيك لونجلي ديالهم. بحال قلتي اونجلي بحال الدارجه كتولي عندهم بحال الهضره، اي وانا اي ذات، ولكن ملي كيوصلوا للقواعد، ملي كيوصلوا للقصه، ملي كيوصلوا للاكسبرسيون اكريتيتشاج او النقاط عندهم ضعيفه بزاف، كيقولوا كيفاش انايا كنتفرج 69 فيلم في النهار وما كنجيش مزيان في لونجلي؟ ما يمكنش. فهاد الشيء اللي كاين، يعني ديك لونجلي اللي كيخزنوها ما كيعرفوش كيفاش يستعملوها ويردوها شي اونجلي اللي هي نقيه وزوينه. غنشرح لكم كيفاش. يعني خصكم واحد الرصيد لغوي اولا اللي هو كبير بزاف، واللي وشي كلمات اللي هما يكونوا عمليين وقدام وما كيتستعملوش في الزنقه بزاف، ماشي بحال ديك كلمات الافلام غالبا ما تحتاجهمش اصلا في اللونجلي اللي هي مهمه بزاف. فاول نقولوا نصيحه ولا طريقه ولا حيله اللي ما كنتش عارفها انا، ولكن كان كيدير واحد الصديق باش انا يتعلم الفرنسي. وتا انا من بعد يعني فاش كنت كنقرا لونجلي في الباك ما كنتش كنديرها، ولكن من بعد من الباك ديك الساعه وليت كنديرها، اللي هي انك تقرا الديكسيونير، اي ديكسيونير ديال لونجلي، اوكسفورد، اي حاجه تمشي للمكتبه مثلا تقول لهم عطوني ديكسيونير ديال لونجلي. وما تمشيش دير مثلا ديك الديكسيونير ديال قاموس عربي انجليزي ولا لا، سير الانجليزي كامل وعطاك الكلمه وعطاك المعنى ديالها. انت ما همك ما غارك لا بالكلمه لاش كتعني، وكيفاش كتقرا الكلمه وكتقرا ديك الكلمات اللي كيشرحوا ديك الكلمه، فانت كتزيد بها واحد الرصيد لغوي اخر، كتبقى تقرا. هي ما تعقلش على بزاف الكلمات، ولكن هذيك القرايه هذيك الشوفه كتزيدك الكلمات في واحد النحو اللي هو لا وعي، يعني ماشي بالوعي ديالك وانما سب كونشسنس. تخزيت عليكم في هذه اللحظه. ثاني حاجه اللي هي مهمه بزاف واللي هي كيفاش تستعمل لونجلي ديالك ملي كتفرج في الافلام شي حاجات اللي هي مزيانه، خاصك تلينكيهم، خاصك تفرج الترجمه مع عرفت كيفاش نقول تفو، خاصك تفرج هذاك الفيلم اللي هو انجليزي بالهضره اللي كيهضروا باللونجلي ياك. دونك سوتيتر، خاصك تفرج سوتيتر باللغه ديالك الام. اللغه الام هي ال1 هي اللي تزاديتي كتهضر بها، تزاديتي كتهضر بالعربيه، العربيه يعني العربيه فصحى، عاد تفرجت الفيلم باللونجلي ترجمه عربيه فصحى بوين فينال. الا تفرجتي الترجمه ال2 مثلا الترجمه الفرنسي وبغيتي تتعلم ال3 اللي هي لونجلي، هتجيكش
اصعب من الاصعب. دونك مثلا بغيتي تتعلم ال 3 اللي هي لونجلي اللي هي اللغه الثالثه، خاصك تلاقيها دائما مع اللغه الام، اللغه نمبر 1 هي ديك اللي كتفرج في السوتيتر. داكشي علاش كاينين شي ناس كيتفرجوا افلام وكيستعملوا هذيك اللونجلي ديالهم مزيان، كيشدوا منهم لونجلي، وكاين شي ناس اللي كيتفرجوا افلام نيت باللونجلي وما كتشدش ليهم في راسهم، على حسب الترجمه اللي كيكونوا يستعملوا، على حسب الترجمه اللي كيكونوا يستعملوا، على حسب واش هو ملي كيتفرج واش كيبقى مركز مثلا على الكلمه اللي تسمعت بلونجلي كيلاقيها مع ديال العربيه، ولا كيتفرج هو ناعس فهمتيني هو مخيل. لا خصك تتفرج ملي في نفس الوقت تلينكي مثلا داك الهضره بالعربيه على نحو عاوتاني لا واعي، خاصك تعرف اش من كلمه بلونجلي قال هذاك الشخصيه اللي كتفرج فيها والسوتيتر اللي كاين فهمتيني. هي صعيبه شويه ولكن هذه هي الطريقه السريه الثانيه. الطريقه الثالثه اللي غتنفعكم بزاف في القواعد ديال لونجلي كاملين، ماشي القواعد كاملين 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 مجموعين في كتاب واحد اللي هو هذا كامبريدج انجليش جرامر ان يوز. هذا يقدروا يستعملوه الناس اللي هما كيقراو لونجلي اكاديميا والناس اللي هما ما كيقراوهاش اكاديميا في وقت الفراغ ديالكم. غتمشيو مثلا تلقاو هذا بي دي اف جوجل، غتيليشارجي بي دي اف جوجل غادي تقراوه، عرفتي واعر واعر فهمتيني واعر واعر احسن من المطابيع كاملين ديال الباك كومباين لاصاك. شو قداش شو قداش شي قداش فيه لي زيكزيرسيس وفيه كلشي، فيه لي زيكزيرسيس فيه كلشي، عرفتي واحد واحد النيفو واحد المستوى اللي هو بدائي بزاف واللي يمكنك انك تعرف جميع الاشياء جميع الاشياء، ماشي غير ماشي غير القواعد ديال لي طون اتسيتيرا، ولكن ها بوث ايذر نيدر كاع داك التخربيق صوم واني انت تستعمل اي حاجه اي حاجه اي حاجه وعلاش كتستعمل، وكل درس عنده اكزيرسيس عنده قاعده عنده كل شيء، وجميع الناس ممكن انهم يستعملوه من جامعة كامبريدج كامبريدج يونيفرسيتي. ليتس جو ديال ريموند مورفي، شي واحد سميتو ريموند مورفي. ذاتس ات، يعني هادوما نصائح اللي نفعوني باش انني نزيد شوية في لونجلي شوية على الناس اللي هما اعتياديين كما نقولو. ولونجلي علاش تعلم ليها دابا؟ حتاش كما نعرفو ما يحتاجوش نشكروها، ديجا باش كليكيتي على هاد العنوان راك كنتي انترستد وعارف علاش خاصك تعلم ليها. anyway غير ديرو هاد القضيه هادي يعني باش نجمعو شنو قلنا، تفرج الافلام اللي تبدا تفرج فيهم بالانجلي، حيد عليك الترجمه ديال الفرنسي دير الترجمه ديال العربيه فصحى. بالنسبه ل الى بغيتي تتعلم كلمات جداد دغيا غتشري ديكسيونير غتقرا الله من الاول حتى الاخر، تقرا ديكسيونير من الاول حتى الاخر واخا ما تعقلش على الكلمات اللي كتقراهم، ولكن هي قراهم حيت قلت لك الدماغ ديالك غادي يشدهم. ثالث حاجه هو هذا الكتاب ديال البي دي اف، نخلي لكم في الديسكريبسيون تحت ونتلاقاو في فيديو جديد.